مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر مخرج حروف أداة وجوب لست يمضي به داري براغم بندبات فألف الجوف وأختها وهي حروف مد لي مخرج ألف واو يا مد بدر غا حلق هنجا مولود باتسنيا جاجا ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء فانكلت انقرك مخرج همزة دنها تنهت انقرك مخرج عين دنها أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فاجم شنويا والضاد من حافاته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها خاء جمت انقارا كان مخرجنا كأنمنا حروف حلق دي سبوتنا مخرج قف بنك اللسان بقيا أتاس بقيا بواه مخرج كفها رسجلاس دي تنه لسان مخرج حروف جن دان شين جوغا حروف يهدي سانها روس يقين مخرج ضد سيسي لسان سمبيك أجوم منمبل جيجي جرام جمن ديمون سيسي كيري أتاو كانن سما بنار ataupun keduanya seperti Umar sisi ujung lisan mah
makhraj ya huruf lam nempel ke langit-langitnya harus paham wan nunu min tarfihi tahtaj'al wa rayu danihi ظهرٍ أدخلوا مخرجنا حروف نون ديبا وحروف لام حروف راء أجم لسان أجاك كدلام والطاء والدال dalam hidung makhrajnya.